بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنطبق استراتيجية فكر زاوج شارك. في هذا المثال أستخدم الجملة السابقة مع أبي أمي معلمي أختي. هنا سأغير كلمة الصدق، أقول أمي قدوتي في بدل الصدق أضع صفة من الصفات، معلمي قدوتي في، أختي قدوتي في. نغير الصدق. هات الكرة، أنا قلت لك لو أخذتها منك لن تأخذها بعد ذلك، خلاص نبدأ. وهات هات الكرة، خلاص ابدأ، يلا ابدأ. اشتغل الآن، مرحلة فكر بمفردك. بعد الآن ما قلت زاوج. فكر يا عبد العزيز، اكتب يا عبد العزيز صفة تحبها. زاوج. سعود مع من؟ مع فراج، هتان وكرم، أنتم مع بعضكم لأن ليس هناك. لا تعال هنا، تعال هنا. أنت مع فهد، بلال مع فهد، ليس مع براء. عبد الله وعبد العزيز، يا عبد الله تعاون مع زميلك. هيا أنجز، تشاور يا هتان مع كرم. غير الصدق، خلاص كتبنا الكرم، هات صفتين تانيين. يلا يا فراج ساعد، اكتب يلا الشجاعة، يلا هيا. عبد العزيز يكتب زيك. الآن شارك، كل المجموعة تتشاور، كل المجموعة مع بعض، مع بلال، مع ليس، هيا تشاوروا واعطوني كتاب تم حله حلا صحيحا. اعطوني كتاب تم حله حلا صحيحا. تشاور هنا، تشاور هنا. طيب رجعوا مع بعض، رجعوا. كرم ضع البالونة الآن وتشاور مع زملائي. هتان كيف التشاور مع فراج؟ تأكد أن الإجابة صحيحة. يا نواف، الكرم مو الكرم، ال. طيب نبدأ بهذه المجموعة، مجموعة أبو بكر. الكرم، الصدق، الصدق موجودة، غير الصدق، غير الصدق، الصدق موجودة عندي. أريد صفة أخرى غير الصدق. انتهيت يا عبد الله؟ تعال هات كتابك وتعال. أسرعوا. العفو، الشجاعة، التسامح، 10 من 10. خلي عبد العزيز يحل مثلك. دي اسمها ايه؟ العفو، الكرم، ليش مسحتها؟ الشجاعة، تو يعني عندك اخطاء في الكتابة لذلك تأخذ 9 من 10 لانكم لم تتعاونوا جيدا. تعال يا بلال، لازم يكون في تعاون ومراجعة مع بعض. العفو، الكرم، الشجاعة، تو ما الشجاعة؟ 9 من 10، ما في جوائز. هيا مجموعة أبو بكر الصديق، عبد العزيز وعبد الله، تعالوا خذوا جائزة، خذوا جائزة. مع أنكم مجموعة قليلة إلا أنكم نجحتم في الكتابة الصحيحة. بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت كتابة يا عبد العزيز، بارك الله فيك. قاعد يلعب بس، صح؟ ما بيتعاون معاكم، ما يتعاون. كتبت يا كرم؟
هات. من قائد المجموعة هذه الذي سيخرج؟ تعال فراج. انتهيت. تعال هاتان انت فراج. الكرم قلت لك الك الك والصدق موجود، لازم تغير الصدق والشجاعة تو. غير الصدق. الكرم الشاء 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 الشاء. ما هو انت كاتب لي الجشاع؟ لا، هي الشجاعة وهنا العفو. اذا هذه الدرجة من كتب؟ من اعطينا 10؟ لا، الآن هي 9 فقط، لا عندك الشجاعة خطأ. تعال يا هتان، تعال يا كرم، تعال يا سعود، أسرع أسرعوا. المجموعة التي فازت هي مجموعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعقل والذكاء لعبد الله والتعاون مع عبد العزيز، وجزاكم الله خير.